السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الموقع مفيد جدا وممكن تاخد منك كمية كورسات رهيبة جدا ومن غير ما تدفع فلوس. هو موقع أودومي. الموقع ده فيه جزء كبير جدا من الكورسات مجاني وفيه جزء كبير جدا بفلوس. أنت بتفتح الموقع وبعد كده بتبدأ تدور على الحاجة اللي أنت عايزها. وليكن مثلا جافا سكريبت، لغة برمجة جافا سكريبت، تمام. اكتب الحاجة اللي أنت مهتم بيها، تمام. والجميل إن فيه كورسات كتيرة بالعربي، تمام. أنا كتبت هو جافا سكريبت، تمام. بدأ يجيب لي كل الكورسات الموجودة. في كام كورس بقى موجودين؟ هتلاقي كورسات كتيرة جدا، تمام. تعال نشوف. هقول له مثلا أنا عايز بالفلاتر، هيقول لي باللغة الإنجليزية 4144، وبعد كده لقيت اللغات بالشكل دوت. طيب ممكن أقول له عندي كام فري؟ 822 فري، تمام. لو في كورس عجبك وشايف ان هو ماديا معقول اشتريه، مفيش مشكله. انا مش بعمل ده على نفسي، انا كل الكورسات فري، بس ساعات انا بشتري كورسات بحس انها مفيده ليا، تمام. طيب انت عايز بقى، بيقول لك التوبيك عايز حاجه في الويب ديفلوبمنت ولا ايه؟ ممكن تكتب كورس عن المحاسبه، تطلع لك كورس المحاسبه. انا عايز كورسات بس الريتنج بتاعها اكتر من 4.5، فيبدا يعمل لك ايه، فلتره. جاب لي 100 كورس بس، ما ده كويس، انا ليه اضيع وقتي؟ في واحد بقى بيحب كورسات تكون عدد ساعات قليلة من 0 ل 2، في واحد بيحب لا انا عايز الكورسات اللي اكتر من 17 ساعة، تمام. فتبدأ انت تختار وتطلع لك بقى الكورسات اللي انت شايفها. طيب خلينا نكتب هنا حاجة بالعربي، وليكن مثلا محاسبة، تمام، او قانون. هتطلع لك كورسات ومن ضمن اللغات تقدر تختار. في ناس كتير هي عاملة كورسات شرح المحاسبة، فيهم بعضهم بفلوس وبعضهم ببلاش. قانون، فن، علم، كل اللي انت عايز تبدا تكتب، فيبدا يجيب لك الحاجات اللي هي مهتميه بالموضوع دوت. اي حد يقدر يجي هنا ويعمل لوج ان ويبدا يشترك، ولو عجبك كورس تقدر تشتريه. هتقول له عايز اشتريه دلوقتي. لو عندك كوبون بيديك تخفيض، ممكن تعمل سيرش على الكورس دوت وتلاقي ناس عامله كوبونات. عندك كوبون تقدر تكتب اسمه هنا، عايز تشتريه، بتقول له عايز تشتريه دلوقتي، فبيقول لك ادخل بالحساب بتاعك وتشتريه بحيث يبقى عندك في اي وقت تقدر تسمعه. جيفت ذيس كورس، تبدأ تدي كورس ده هدية لحد من أصحابك أو تضيفه للويش ليست. أي حد من أصحابك عايز يساعدك يروح مشتري لك الكورس من الكورسات اللي هي في الويش ليست. أقعد أحط لي هنا جو تو كورس وأدفع فلوس وأعمل حساب ليا، أقدر أجمع في كل الكورسات اللي أنا عايز أشوفها. في ناس بتحط كورسات وتبدأ تحط لك مثلا من كل شابتر درس أو اتنين ببلاش والباقي فلوس، بحيث إن أنت تشوف المستوى بتاع الكورس عجبك تشتريه وهكذا.